سوق المناخ ما في واحد ما دش فيه، لكن انا ما عندي علم يعني اذا في ناس من خارج الكويت او من ناس من الكبار او من ناس كذا، لكن سوق المناخ شمل الجميع. الكل كان يستفيد. المناخ لابد في ناس استفادت في ناس تضررت، لكن الاغلبيه تضررت. انا يعني اشوف ذاك اليوم اقعد الصفقات يعني بال 30 40 50 مليون بين بعضهم بعض يعني اذا جلست معاهم اشوف يعني صفقات يعني يعني اشوف في في لحظه من اللحظات انا قاعد وياهم يعني بحدود 30 40 50 مليون وهذه صفقات كان يعني مستمره من الصبح الى الليل. المنطق يقول بان مو معقوله ان الثمن هوامير وايضا باقي الموجودين هم الذي كانوا يعني يعني ان اموالهم فقط هي اللي كانت يتم تداولها وتدويرها في سوق المناخ. الموضوع بالتاكيد اكبر من كثير من هذا. لابد ان نقول ونعترف وايضا نقر بان كان هناك اموال تاتي بالخارج، ففعلا كان هناك نسمع ان اموال على اكياس وصناديق تصل الميناء وتصل المطار وتذهب الى البنوك. طبعا قد يقول الان الشخص هذا غير يعني او يقول قال ان هذا غير منطقي في حسابات ذيك الايام وفي واقع ذيك الايام كان يحدث، وكان هناك ايضا بعض زعماء العرب موجودين باموالهم، لكن من هو الذي اراد ان طبعا يجب ان انا يعني بالنسبه لي اميل الى راي فاينانشيال تايمز انها كانت ليله من ليالي شهريار في ألف ليله وليله، يعني كان حلم فبالتالي الحلم لا لا يعني له علاقه ابدا بالواقع، وكثير من هذه التاويلات صعب ان انت تقولها ولكن بالفعل ما كان يحدث في سوق المناخ كان اكبر بكثير من مجرد هوامير وايضا كان اكبر بكثير من ان يكون فقط كويتيين يعني يتعاملون في سوقهم، كان هناك ايادي كثيره، ايادي زعماء وايادي حكومات وربما وربما وان كان لم لم يعني عندي دليل، كان هناك ايضا اموال للتبييض اموال رأيت الاموال وعصابات دوليه، لما اتكلم عن جرائم المنظمه، اتكلم عن جرائم الاسلحه، تجاره الاسلحه، تجاره المخدرات، فكان الموضوع متشابك لان فعلا كانت التعاملات قياسيه جدا واعلى بكثير من بورصات العالم كلها فيما عدا بورصه او بورصتين. لما بدات تنكشف كل هالشركات دخلوا بالسوق الاجل شنو السوق الاجل هذا الرجل المقامر الرجل الدمرجي اللي وصل الى مرحله راح ينكشف قال اعطيني اسهمك سهمك انت كم سعره 250 فلس وهذا رقم حقيقي طيب ما انا اعطيك دينار و600 فلس فيه بس بعد سنه يسمونها السوق الاجل ايش قاعد يسوي ياخذ هذه البوننزي يسمونها البوننزي هذا على واحد اسمه تشارلز بوننزي هذه شنو الخديعه؟ هذه الخديعه اي واحد يقدر يدش على الجوجل ويشوفها، هذه الخديعه بدات من يمكن 100 سنه انه واحد اسمه تشارلز بنز بنزا ياخذ منك ويعطيك مقابله كمبياله ولا شيك بربح مجزي تعطيه 1000 دينار يعطيك 1100 بس ياخذ فلوسك يدفعها حق واحد ثاني كل ما حل عليه شيء خذه من ناس ولما يدفع الناس تصدق يقولون اي والله هذا الريال اخذ منا فلوس واعطانا ارباح 10 و20 و30% فانت تاخذ من جماعه هالخديعه وتعطي الجماعه ثانيه اذا البورصه 76 فقط كان فيها البالون الفقاعه الـ 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 المناخ لا الخديعتين الفقاعه لما تضخمت قبل لا تنفجر دخلوا بخديعه البنزين انه شلون اخذ منك انا السهم بربع دينار اعطيك شيك بعد سنة بدينار ونص دينار وستمية بهالنسبة خمسمية بالمية بالسنة وآخذ فلوسك أعطيها حق الدائن لي اليوم والقريب القريب أنه جهتين الواحد يستغرب منهم جهة الدولة وجهة المواطن نجي على الدولة وكان حمزة عباس الله يطيل بعمره هناك وقال لهم هالكلام قال يا جماعة دخل الدولة قاعد ينقص ما يزيد فشلون هذا الرجل راح يدفع هذا اللي كتب على نفسه شيك مقابل مثلا مليونين دينار كتب على شيك نفسه عشر ملايين اذا لازم السيولة بالبلد بعد سنة احنا متوقعين المفروض تصير عشر ملايين الواحد او الاثنين بعشرة بما ان ميزانية الدولة والسيولة قاعد تنقص لأنه بدأ العد التنازلي لأسعار, لأسعار النفط بدأت تنزل فشلون نقبل شيكات تكتب على ست شهور وعلى سنه باضعاف مضاعفه، ونحن من يعلم انه من الاستحاله ان تدفع، والشركات اللي باسمها التشيكات لا تنجز لا ولا تنتج، لانها اصلا كل من يعلم انها شركات صوريه. هذا التحذير للاسف ما اخذ فيه لان الجميع كان يستفيد. الصغير والكبير المسؤول وعضو مجلس الأم والجميع كان يستفيد وبالتالي بما أن الجميع مستفيد وربحان ودخلت أموال ساخنة للسوق الكويتي من علية القوم ومن الكبار بالخليج وبالمنطقة العربية لأنه القضية سهلة أنت والله بدل طويل العمر اللي بالخليج ولا غيره يحط فلوسه المليار يلا ياخذ عليها خمسين مليون أو لمية ياخذ عليها خمسة وعشرة مليون لا يبا السوق الكويتي احنا نشغل لك فلوسك المية تصير 200 وتصير 300 فدخلت اسواق اموال ضخمه للكويت للسوق الكويتي اللي هو مثل ما قلنا فقاعه يسمونها البوننزا سكيم وخديعه ما فيها شيء من الصحه. موقف الحكومه كنا نتساءل هل الحكومه فعلا يعني قريبه وعلى علم؟ انا شخصيا نعم وكتبت مقاله وكان واضح ان موقف الحكومه يعني يتارجح بين موقفين بين موقف غض النظر كان كان يعني يقول خلاص مدام ما دام ليس هناك مشاكل واحنا اقتصادنا حر والحكومه لا تتدخل في التجاره وفي الحركه التجاريه لي ليعملوا ما يشاؤون وايضا التشجيع يعني الموقف الاخر تشجيع التعاملات كان هناك مسؤولين حكوميين وكأنه يباركون ما يجري في سوق المناخ أزمة المناخ كانوا يقولون كانت أزمة ثقة أزمة الثقة كانت على كلمة اعتمد كلمة سحرية وقتها وكانت تكبر كرة الثلج إلى أن قتلت الكل ونفذ منها المتنفذين أي أحد يقول سوق المناخ حاليا يعني سرقة كبرى يعني حرامية هو التعامل بالآجل كان بين مجموعه من كبار المتعاملين بالسوق، وانا كنت يعني في شهر ابريل 1982 خففت التعامل يعني انا كنت ابيع آجل ما اشتري آجل الا باضيق الحدود يعني، كانت مديونيتي بالآجل في ذاك الوقت مصار سوق المناخ يعني بحدود مبلغ يعني ما يقارب 8 9 مليون دينار بس لان خففت من التعامل بالسوق انا. ولذلك حميت نفسي وسددت المطالبات اللي علي, علي, بالسرعه بعض الناس اللي اسسوا الشركات وضحكوا على على العالم شركات تتاسس دون وجود حقيقي لها دون وجود قانوني سليم ودون دون اصدار ميزانيات ودون توزيع ارباح وتنباع باضعاف اضعاف كما ذكرنا بعضها قد تصل الى 600 ضعف الحي هذين اللي اسسوا هذه الشركات ايضا مسؤولين ماكو شركه وقت المناخ او قبل المناخ شركه جاسم المطوع كان يبيع ويشتري يتعامل بالاسهم بس منو كان يرخص لها؟ وزير التجاره واللي تعاملوا بالشيكات هذه ها الاجله ها وبدون رصيد ايضا يتحملون المسؤوليه هي فبعدين طبعا اخر شيء طبعا يعني المواطن اللي اندفع وكان يعني يبي يعمل ارباح هائله يعني بمده قصيره يعني هذا ايضا الاندفاع يعني المفروض المواطن يدرس ايضا اي استثمار يدش فيه لمصلحته لمصلحه, لمصلحة عياله. في ناس يعني استاذ جامعي اخذ خدماته اخذ مكافاه نهايه الخدمه واقترض من البي من البنك ورهن بيته ودخل في في المعمعه، طبعا هو غلطان وانسان في مستوى استاذ جامعي ما يعملها بس مو بالاقتصاد هو ولا بالقانون. دخل وخسر ما وراه ودونه. وصدر شيكات وبالاخير هرب قاعد برا الكويت الى يومك هذا ما رجع. مروا عليه حالات ناس اعرفهم شخصيا باع بيته وراح دش السوق وكان بعد التحرير كانت بيوت جدا جدا منخفضه القيمه، باع بيته ب 100000 في بعض المناطق او ب 150 في بعض المناطق الحي دش السوق وخسر نصها وقعد بدون بدون بيت. وذاك يوم بعض <applause> النواب والحكومه واقترحوا قانون الان من بي... ما بي... من باع بيته. شلون تبيع بيت الاسره؟ شلون بتبيع بيت عيالك الحي اللي يسكنون فيه ينامون فيه ويدرسون فيه حق مستقبلهم انا احذر الحي لا تغامر بالاصول بالبيت والاشياء الاساسيه هذه الحقيقه واذا بدش الاستثمار دش استثمار متروس واستعين بالمختصين هو سبب الازمه ازمه المناخ سببها هو البيع بالاجل صارت لازم توقف احد المتعاملين عن الدفع انكشف ارصدته ما ما قامت تغطي وكان في هناك اسباب انا عرفتها إنه هو كان ريال مرتب حاله وسافر اثناء سفره اعتقد ان هناك في جماعه دخلوا تشيكات مبالغ كبيره وسحبوا الرصيد من حسابه وراحوا الناس تشيكاتهم مستحقه يبون يستلمون تشيكاتهم لقوا التشيكات بلا رصيد لا رصيد يجود وصار التشابك وبدات الازمه من هني حصل ان بعض الحسابات عجزت عن, عن الوفاء بالرصيد اللازم لهذه الشيكات وطبعا هذه يعني سليسله بنت سليسله هذا ما سدد يعني معناته ما راح ي... هذا ما سلم معناته ما راح يسدد حق اللي وراه واللي وراه ما سلم ما راح يسدد للي وراه وهكذا كبرت هذه السلسله وطرغت مو اجراس الانذار وإنما قنابل الإنذار إن خلاص وقعت الواقعة يعني شوفوا, شوفوا لكم حل بعد التنبؤ اللي طلع من الأخ العزيز الله يرحمه وانفلت المسبحة بعد ست شهر صارت حقيقة واقعة انفلت المسبحة فبنت حلقة وراء الثانية تطيح هذه الحلقات لما بدأت تطيح صار الانفجار الغير متوقع وبدا بعض الكبار يشعروا انه هذه الشيكات اللي استلموها بالملايين من فرسان المناخ المشهورين قد لا تسدد فاكتشفوا ثقره اخرى بالقانون اللي هي ان الشيك مهما كان التاريخ المكتوب عليه مكتوب عليه بعد سنه طلع القانون لا ينظر بتاريخ الشيك اي لحظه تدخل الشيك يصرف في عام 1982 امرأة وكانت هي طبعا تسمى المرأة الحديدية وهذه المرأة الحديدية على فكرة ذكية وشاطرة وكانت هي أيضا في تعاملات 77 وأيضا كانت هي السبب في أن تعاملات 1977 أنه ينهار هي نفسها طبعا هي يعني الحقيقة ليست هي وراء الفورة وليست هي وراء الإنهيار يعني يجب أن نقول الحقيقة لكن هي اللي كان عندها الدبوس اللي فجر البالون هذه المرأة احد هوامير المناخ كتب لها تشيك ب ملايين دينار. ذهبت الى البنك لتصرف الشيك قالوا لها ما في رصيد. لان هذه امرأة موجودة وقوية فتعرف البنوك وعندها حسابات في جميع البنوك تعرف من اكبر مسؤول الى اصغر مسؤول واصغر موظف. فكان من السهل جدا انها تسأل وتعرف كم الرصيد. حينما قيل لها ان بحسابه ست ملايين دينار. يعني هناك فرق مليونين فوضعت اودعت مليونين دينار من حسابها ارتفع رصيد صاحب الحساب اللي هو الهامور ارتفع الى 8 ملايين وسحبت ال 8 ملايين طبعا عن طريق مندوبها مندوبها او وكيلها ايضا كان رجل معروف في السوق يبدو انه هو هذا الشخص يعني بطريقه ما انتشر ان هذا الهامور ما عنده رصيد وان الشيك رجع لكن صار كذا فقالوا والناس كانت تتكلم يعني اذا هذا الشخص اللي هو يعتبر يعني اللورد او هو هو يعني هو الهامور الاكبر هو يعني خلينا نقول الهامور اللي يبلع الهوامير الثانيه، اذا هذا ما عنده رصيد يعني اكيد بالتاكيد ان الاخرين ما عندهم. كانت الساعه 8 الصبح او 8 ونص. في ذاك اليوم في 22 ثمانية اخر الدوام كان كل اصحاب الشيكات قدموا شيكاتهم بمبلغ 27 مليار دينار كويتي. بدايه الازمه مثل ما قلت لي بدا مو مسألة شيك ونسحب ما سحب لا كل الناس عندها شيكات تودي البنك تخصمها انا ما سويتها ما خصمت شيك بالبنك انا البنوك كلها اسم، الخليج الـ 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 الاهلي الوطني تجاري ما عمري دخلت شيك من اللي يبوه مني خصمته رفع للحجاب وانكشف المستور ان بالنهايه لم يكن هناك سوى اوراق يعني اوراق لا تعادل قيمتها وان لم يكن هناك شركات ولم تكن هناك انتاج ولم يكن هناك اي شيء على ارض الواقع انما هي مجرد اوراق. ثاني يوم انهار السوق وهنا بدات المشاكل ووجدت الدوله ووجدت الحكومه ووجد الناس انهم امام حقيقه مزعجه وحقيقه يعني كابوس وليل طويل لن يفيقوا على يعني على نهار سعيد. كان في اهمال حكومي شديد جدا 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 في متابعه ما يدور في البلد في سوق المناخ وتاثيره على الاقتصاد الكويتي وتاثيره على الاسره الكويتيه وفي هذا يعني خلل جسيم جدا جدا. المناخ مو بالليل ولا مثل قسايم الليل، المناخ كان بالنهار والجرايد تكتب اسعاره. آنذاك سوقت أمور عديدة لسحب حتى تخلي الدولة ترضى على هالمخالفات وحتى الناس يقتنعوا فيها مثل شنو؟ إن الحكومة كانت تريد خلق طبقة جديدة من أصحاب رؤوس الأموال تنافس وأيضا يعني تكون موازية لطبقة التجار التقليدية اللي كانوا هم ومنذ تأسيس الكويت كانوا هم يعني الطرف الذي يحاور الحكم والسلطه وهم الوحيدين اللي كانوا يناقشون الحكومه في اداره المجتمع الكويتي بالنعم واللا فبالتالي يعني وكان عبء على القراء الحكومي يعني احيانا السلطه كانت تشعر بعبء بضغط من اصحاب رؤوس الاموال او التجار التقليديين فخلق طبقه جديده من التجار ومن اصحاب رؤوس الاموال لا شك انه راح يخلي قاعده التجار اكبر فبالتالي الضغط اللي يمارسونه على السلطه راح يكون اخف وهذه التفسيرات موجودة يعني من الصعب أن يعني نتجاهلها ونعتبرها غير معقولة وإن كان أيضا هناك ليس هناك دليل على أن فعلا هذا كان محرك أو السبب اللي خلى الحكومة يعني لا تتدخل في الوقت المناسب الكويت تمر بنهضة اقتصادية والآن قاعد تنشأ طبقة اقتصادية أحسن لكم من الطبقة الاقتصادية القديمة التقليدية اللي من الثمانية وثلاثين تناكفكم والواحد واثنين وستين و الدستور و لا 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 عندكم الآن جماعة راح تنشأ طبقة اقتصادية شباب جميلين ما عندهم مشكلة معاكم فمجرد سكوتكم على هذا الأمر قضية ممتازة كذلك بالسابق المستفيد من الاقتصاد الحر ناس قرفة تجارة جماعة محددة احنا نبشركم راح نخلي الجميع يدخل السوق والجميع يستفيد وبالتالي اليوم افضل لكم ان تسكتون عما يحصل وما عليكم من كلام اللي حذرون هذولا من الجماعة التقليديين اللي يبون الوضع على ما هو عليه بينما فاتهم القطار حتى في مقابلة مع احد الاشخاص التجار اول ما صارت الازمه نادى اول ما صارت الازمه كان بالمكسيك ويا قال يلا خلينا ناسس شركات زين توي صار الازمه شنو يعني هذا الحمد لله يعني الدنيا بعد سنين الواحد آه يزل بلسانه ويقول زل بلسانه وقال انت اللي كنت شرك تاسس الشركات الوهميه معروف هالشخص معروف وراح يفهم قصدي انا اذا بعكس هذا الشيء في يومنا الحالي الفساد ما زال موجود التشريعات موجودة يتعمدون أن يكون هناك فيها نواقص أو إنها ما تتطبق صح عشان تروح بعض الروس ضحايا لمتنفذين ويظل المتنفذ موجود اللهم إن الحين زاد عندنا شيء اسمه هيئة مكافحة فساد لو كانت هيئة مكافحة الفساد في وقت خلوني أتذكر وقت المناخ ولا قبل المناخ كان ممكن تسوي شيء ما أعتقد لاني ما زلت في وقتها كنت اعي وكبيره واعرف واقرا واسمع ما كان عندنا حتى وسائل تواصل اللي ممكن تطلع الفضايح بهذا الحجم بس الزمن كفيل انه كان يبين اللي دخلوا السجن واللي رووا قصصهم واللي طلعوا في لقاءات تلفزيونيه والاصدقاء على مستوى شخصي اللي قالوا تفاصيل يشيب لها شعر الراس. قصص لو الفت فيها ألف ليله وليله ما يكفي. كلها ناس طالعه ينزل الاذى والدم من انيابهم انهشوا لحم الدوله وثروات الدوله وثروات الناس الفقراء. في يوم من الايام كان هناك سياسي متنفذ قوي. طلع بمبلغ رهيب ما كفى حتى حوض حمام السباحه في بيته وغطاه بطربال هذا كان جزء من سرقات تمت وامام الكل وامام القانون وسلاح القانون اللي ما حد احترمه ضاعوا ناس وايد دخلوا بالسجن ما تمت محاسبه ناس وايد في ناس ودت مئات الملايين من الدنانير ودوها بره الدولة عندها جهاز تتأكد من الكلام اللي أنا أقوله ما أفتح على أحد أنا فأحين لازم يتفتق ذهن الحكومة عن حل لهذه المعضلة وهذا الداء السرطاني اللي الورمة ما تبينت وراح يستشري وينتشر بالجسم شنسوي نعمل فالمفروض يعني المفروض في دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة دستور أن يتم التوجه إلى التشريع وإلى الدستور ويقول لا أسعفنا بما لديك من حقوق شافوا أن الدستور والقانون وهالأمور هذه لا ما راح تفيدهم يعني وراح تخليهم يخضعون للآثار اللي رسمها المشرع مقدما ورسموها الآباء وكانت من موروث ايضا الاجداد وكذلك الدستور يتاباها ما يتقبلها فسكروا الباب على القوانين وبداوا يكتبون قوانين مفصله تفصيل على الازمه ولانقاذ روس كبيره وزنود دسمه عشان تطلع من هذا باقل الخسائر الممكنه على حساب من على حساب الدولة واحتياط الأجيال القادمة وعلى ميزانية الدولة المفروض هذا الخبر يصير لما تفاقمت الاسهم والسهم لا بقى هندي ما ادري السوق لا بقى مهري ما ادري السوق الكل دخل فالحكومه في البدايه اولا بدات حطت ايدها على جميع الشيكات على اساس لا تكون هناك في مطالبات قضائيه لكي يفتح يفسح لها المجال تشرع قوانين عشان تعالج الأزمة هذه فطبعا الحكومة بعد ما حطت إيدها على الشيكات حفظت على الشيكات شرعت بواسطة مجلس الأمة قوانين لحل مشكلة أزمة المناخ كيف تمت معالجة هذه الأزمة وهل كانت هذا يعني أو المعالجة كانت هي المعالجة الصحيحة طبعا يجب ان نذكر ان كان هناك ثلاث قوانين قدمت في هذه المرحله بعد النقاشات الطويله طبعا قانون يسمى قانون غرفه التجاره بمعنى لو كان راس المال زائد 10% وقانون قدمه وزير الماليه الاسبق عبد اللطيف الحمد وايضا القانون الذي قدمته الحكومه الى مجلس الامه ثلاث قوانين ولكن وكان عبد العزيز عبد الحمد طبعا هو رجل محنك ايضا ولكن يجب ان نذكر ان هناك راي في الحكومه وراي, ورأي ايضا لدى قطاع كبير من المختصين ان الازمه كهذه يجب ألا لا تحل من خلال مناهج اقتصاديه تدرس في الجامعات، نظريات وهناك واقع هناك بيوت هناك اسر يعني لو طبق القانون ستجد ان معظم اهل الكويت او معظم اللي تعاملوا في السجن. للاسف الحكومه في ذلك الوقت رفعت شعار العقد شريعة المتعاقدين وهذه كان كارثة كيف ترفع شعار وقتها العقد شريعة المتعاقدين هذه عقود باطلة الحقيقة كيف شركة تباع أسهمها ب يعني تشيك بتشيك ولا بـ 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 بدون أن تحقق أي أرباح ودون أن تعلن أي ميزانية كانت تباع أسهمها بربح 600% الحقيقة كان المفروض الحكومه والمجلس يسوون قانون ابطال لهذه البيعات. مجلس الامه بطبيعه الحال الحكومه تقدم المشاريع القوانين له. فاذا كانت الحكومه عندها المتنفذين عندها يرون ان هذه الطريقه هي الاصلح بيقدمون القرار الاصلح اللي هم يروه، فالمجلس يوافق على على القا... ويشرع القانون هذا. بس بالاخير هل هذا التشريع عطى نتائج سلبيه ولا ايجابيه هذا السؤال نتائج سلبيه يعني لم يخدم السوق الكويتي لم يخدم المتعاطين كان يمكن لو ماشيين بقرار الغرفه كان الضرر يكون اخف بكثير من الضرر اللي حصل بالتشريع اللي حصل خلينا نذكر العقارات اللي كانت خارج الكويت كان يمتلكها الوالدة الله حسب مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل شقتين في القاهرة بالمعادي ثلاث شقق سكنية في المهندسين منزل في حلوان أرض فضاء في المعادي شقة في الزمالك أرض فضاء في البحرين أربعة حوالي 4215 متر مربع أرض فضاء في البقاء لبنان حوالي 2667 متر مجمعات سكنيه ماربل سنتر اسبانيا حوالي ثمانين الف متر مربع ارض قرب القصر الملكي في اسبانيا الفين ومائتين مربع فندق زاد فيلا في المانيا ست فيلل زاد اربعين استديو زاد فندق في سويسرا عماره سكنيه في حي ماي فير بانجلترا منزل في الريف انجلترا شقه في لندن انجلترا شقه في سويسرا طبعا ما شاء الله يعني لو قاعد نكمل ما راح نخلص ما راح نخلص. نخلص ها هذا اللي خارج بس غير هذا اللي خارج اللي داخل يعني <applause> <applause> بس ايه؟ اللي داخل تاكد المعلومات هذه لا لا صحيح هذا صحيحة ايه؟ هذه الاراضي ما زالت موجوده ام تم بيعها؟ ما عندي خبر ولا الوالد عنده خبر ما حد عنده خبر ولا خبر ولا لو, لو تسالهم يقول لك ما ندري اه رحت تروح لهم شنو مركز مالي شنو عارات كم بعته كم تسوى ليش ما خطت الفلوس اللي عليه الناس اللي طالبه او ما يعطونك شيء الله الله يسامح الجميع ما اتى ولا احد هيئة التحكيم يرأسها قاضي بعضوية خمس أعضاء ما هم قانونيين وإنما الغالبية من من التجار أو من البنوك وهذه الهيئة الخطير جدا 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 فيها والغير دستوري أنها تحكم بحكم نهائي وحتى كلمة حكم أنا أتحفظ عليها لأنه هو قرار حتى كلمة تحكيم أتحفظ عليها ما تنطبق عليها شروط المحكمين لأن الأطراف ما اختاروهم وإنما فرضوا فرضا على الوضع القائم. هيئة التحكيم انشئ بعدها مؤسسة معاملات الاسهم بالاجل عشان تتلقى هالمساكين اللي يحالون لانهم هم يعني ما عندهم تسوية ورافضين التسوية المعروضة يحالون على المؤسسة والمؤسسة تجردهم من كل ما يملكون بل وصل الحد الى تجريد الزوجات وال الأبناء والبنات من أموالهم حتى لو كان مصدرها ميراث مثلا وارثتها وحدة وارثة عن أبوها ملايين الملايين ما لها علاقة بالمناخ أخذوها بالرجلين مع زوجها لا أنت هذا ريلك معطيك إياه لا 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 أخذوها واستولوا على العقار في الكويت وخارج الكويت العقار المنقول وكل ما يملكون وحصل تسويات وصارت بعد هي التحكيم اللي يوم حلو منع السفر منع التصرف وحجز على ماله وكل شيء صار بعدها المغصة صاروا وقفوا الدعاوي الشيكات الدان والمدين والنيابه وكذا الحجز فصار تسويات يسمونها تسويات وديه دين دشت المغصه هي مؤسسة الأسهم اللي للحين موجودة بس تغير المسمى هيئة التحكيم هيئة مؤسسة الأسهم للشركات الآجلة والحين صارت مؤسسة الأسهم للشركات الآجلة بالنهاية اتفقت الحكومة على القانون مع مجلس الأمة القانون معالجة أزمة المناخ بالبنوك سمية لأن أيضا عندك أزمة بنوك البنوك مقرضة يعني ليس فقط ال 27 مليار دينار ايضا القروض مقرضه ودخلت الازمه بالنسبة للأسهم كان هناك طلع أكثر من قانون ومن القانون الشهير اللي هو صندوق ضمان صغار المستثمرين اللي كل شخص يعني تعامل بنص مليون وأقل يعوض طبعا يعني وكثير من الناس اللي يعني كانت أموالهم عشر ملايين وعشرين مليون لكن كانوا يجزئونه بحيث يستفيدوا من هذا الصندوق وإلى الآن غير واضح أن هل الصندوق صرف لناس يستحقون فعلا أم لا وهذا الصندوق هو أيضا بسببه تم استجواب وزير العدل الاسبق الشيخ سلمان بعي الصباح من قبل رحمه الله عليه حمد اليوعان والدكتور احمد الربعي رحمه الله عليه ومبارك دويله قدم هذا الاستجواب على اساس ان الشيخ سلمان الله يطول بعمره بان لم باعتباره وزير العدل والوزير المعني بالتشريعات الحكوميه فقد صفه الحياه وهو يساهم في اقرار هذا القانون، الاعتبار ان احد عيال القصر استفاد من قانون صغار المستثمرين يعني هذا لعنة الصندوق ولعنة القانون لاحقت الشيخ سلمان الله يطول بعمره وأسقطته في الاستجواب بهذا السبب يعني أنا أعرف واحد أخذ له أسهم بمئة ألف دينار ارتفع السهم من دينار لعشرين دينار باح مليونين صارت الأزمة راح حكم مليونين دينار واستلم حصته من صندوق حقوق مليونين دينار راح البنك خصم المبلغ مليون واربعمية خصم السند مليون واربعمية بالبنك من مية الف دينار طلع بمليون واربعمية خلال فترة وجيزة اشهر ومجلس الامة ما نطق وانما ساهم يعني كراعينة تصب من دم الدولة ومن النزيف اللي حدث ولم يراعي ان الحلول لازم تكون تراعي المصلحه مصلحه الدوله مصلحه البلد في المقام الاول والبقيه ذيلا يعني يواجهون نتائج مخالفاتهم واستهتارهم بالقانون والنظام فطلعت هيئه سموها هيئه التحكيم السكوت كان جريمه انما زاد على الامر وهذا اللي يمكن اربطه او خلينا نتكلم لك عن الفقاعه لما صارت وما صار بعدها لان قضيه مهمه وبعدين اربطها بانه لربما حتى كل ما حدث بالكويت بما في ذلك القزو كان يمكن ان يتقير مسار التاريخ لو احنا تعاملنا بطريقه صح مع المناخ وراح ارويها يمكن بالجزء الاخير انما خلينا نتكلم عن اللي صار لما انفجرت الفقاعه الصعبه طبعا الحكومه شرت المديونات كلها دمجت مدينين المناخ مع مدينين الغزو قبل عودة مجلس الأمة يعني قبل 92 لما جرت انتخابات 92 شفنا الحكومة اشترت المجالات كلها حي. ودمجت فعملنا قانون بحمد الله تعالى اللي هو تحصيل المديونيات اللي شرتها الحكومة لازم نحصل من الناس اللي شرت منها الحكومة فسوينا القانون هذا اللي بحمد الله تعالى قدر إراعي ظروف الغزو والناس اللي آآ ضحايا الغزو بالفعل واللي سرقت بضائعهم من الناس اللي كانوا مدينين ديون المناخ، وذلك الناس المدينين ديون المناخ مدينتهم بالملايين ما قدروا يسددون، لان كان مطلوب يسدد 55% كاش الحقيقه، فما قدر يسدد فاحيل للتفليسه حسب القانون، واخذ كل عقاراته وامواله اخذت للدوله. زين والدولة حصلت حوالي 3 مليارات دينار كويتي 3 مليار دينار كويتي من أقبل القانون اللي سويناه في مجلس 92 آخر تقرير في 2006 أن أبوك انخفض العجز اللي عليه إلى 8 بيشوف المليارين أي. يعني احنا ذكرنا ان كان مطلوب 2 مليار و597 صح. صح وان العجز كان مليار و148 اليوم وصل حسب تقرير 2006, 2006 هذا 2006 اخر عنده زماني. عزب ما حدود 8 مليون و822 نعم نعم وانا اعرف انه يطالب ناس بالملايين صح ولم يسددوا حد التاريخ وموجودين بالكويت موجودين صح ليش ما ليش ما حصلوا منه؟ وغير اللي هاربين في اثنين معروفين هاربين زين اللي في اثنين هاربين زين ليش ما سويت حجز على اموالهم مثل ما حجزت علينا احنا؟ خذيت بيوتنا وخذيت حصه الوقت احنا اطفال يعني نسمى ايه القصر ليش ما حجزت على املاكه على عياله على مرته اهله اي ش اي شيء يعني يعني مو معقول اوكي هرب فلوس بس في عنده املاك بالكويت ما سمعت انه حجزوا عليه او شيء يعني قدرنا نفصل بطريقه ذكيه بين الفعل المضر من الغزو واللي متراكمة عليه الديون من ازمه المناخ عليه ملايين الملايين ما قدر طبعا يسدد 55% كاش ما يقدر يسد الحين ولذلك يعني يعني صار يعني تفليسه الان لكثير من المفلسين وقدم قانون يمكن في المجلس الماضي انه يردون لهم فلوسهم وتصدينا له بحمد الله تعالى. في ناس اعلنوا فلوسهم على اساس الحكومه تدفع لهم، هرب قال كان مفلس ما عندي عشان الحكومه تدفع عنه صار مستثمرين وغير صار مستثمرين. يجيبون المحال على المؤسسه ويجبرون على توقيع وكاله عامه مع البيع والهبه والرهن وانا اكرر وكاله عامه مع البيع والهبه والرهن يعني المسكين اللي هو الان يسمونه مفلس يتنتن يتنتن توقع ولا ترى نوريك ونوديك والمحكمه والنيابه وهيئه التحكيم فيها الحرس الخاص القوات الخاصه هي اللي موجوده بالمكان وصارت العمليه يعني خساره فادحه ورعب شامل ساد المتداولين اللي بالسوق الى درجه ان اكثرهم فضل انه يروح ياخذ نص المليون لانه أول قالوا مليونين وبعدين نص المليون ياخذ نص المليون ويتخلى عن جميع ما يملك من عقار او منقول او او نقد او سيوله او غيره يعني ويكتفي بالنص مليون وتدفع له على على اقساط الحكومه تعاطت مع الموضوع بطريق لم يكن للقرفه أيد أي فيه ولا كان برغبة الغرفة للأسف هو مو نقص في التشريع هو سوء إدارة في التنفيذ وعدم رغبة لأن يكون هناك شفافية في يوم الأزمة أو سنوات أزمة المناخ أفرزت لنا عناصر ونفوس مريضة ما زالت تعيش معانا إلى اليوم أبوك المستهدف طبعاً ولا مستهدف ما زال نعم شلون ما زال مستهدف؟ خلاص ابوك ما يملك شيء الحين. اوكي ما يملك شيء ليش انت فارض علي أن اتنازل عشان اشيل عنك منع السفر؟ يقول لك هذه تسويه قانونيه ما ترجع علي خلاص ملفك انا شريت مديونيتك و... وسددنا أوكي. للناس وانتهى يعني أي ما أنا داعي اتنازل اذا انا ما عندي شيء انا جاسم طبعا ما عندي شيء ومو فلوس ما تبيني شيء ولا أطالب ليش تبيني اتنازل عن املاك؟ في افراد بالوثيقه م. بالوثيقه صيغه ال... التنازل في افراد ما زال ابوي يبي منه يبي من الناس فلوس صح أي؟ ابوك ما زال يطالب ناس شخصيات معروفه يعني ما, ما له داعي نذكر اسماء يعني احنا من هو الاقتصادي الكويتي اللي يشار له بالبنان اللي ادلى بدلوه في هالعمليه ولا واحد والوحيد اللي هو طبعا من خريجي هارفرد يعني ويعتبر عالمين اوثورتي يعني مرجع يحتج فيه لما قدم رأيه يعني ما حصل الاستهجان وان يعني انت جاينا يعني يا اخي تفلسف علينا بال لا هذه تبي لها نواخذه ويحلونها ويخلصونها. وما انحلت ولا خلصت، دمرت واستفادوا ناس استفادات يعني بعشرات الملايين. تبون تعرفون اسمائهم؟ رجعوا الملف عندكم الملفات وتعرفون، رغم هذا فلان طلع من الازمه بهالكثر مليون، شماله ماكو ماله يعني خلاص انتهينا